مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد عبر قناة المرابطون. نتناول في هذه الحلقة التقرير الذي أعده المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية والذي شمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. طبعا هو تقرير سنوي يعده المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية. معنا لمناقشة هذا التقرير والحديث أيضا برؤية الباحثين عن الأوضاع السياسية في موريتانيا ما بين الانتخابات الرئاسية وبين الدعوات للحوار، معنا رئيس المركز الأستاذ محمد أحمود وللصديق وهو أستاذ جامعي. أهلا أستاذ محمد أحمود. معنا أيضا الباحث ومنسق التقرير الأستاذ مختار والنافع طبعا من المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية. أهلا أستاذ مختار. مرحبا. لو بدأنا معك دكتور محمد أحمود وللصديق طبعا رئيس المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، سنبدأ من الآن. الساحة السياسية تعيش الآن على وقع انتخابات رئاسية بدأت تقترب، وهنالك أيضا حديث عن حوار ربما يكون بين الأغلبية وبين النظام، بين المعارضة وبين النظام عبد العزيز. كيف تنظرون لهذا الذي يحدث حاليا في الساحة السياسية ما قبل الانتخابات الرئاسية كباحثين؟ شكرا جزيلا. طبعا نحن رؤيتنا كباحثين وكممثلين لمؤسسة بحثية علمية أكاديمية ينبغي أو يجب أن تختلف عن رؤية السياسي. رؤيتنا لا يحكمها رؤية موقفية، إنما تحكمها رؤية مصلحية أكاديمية محايدة بحتة. لنستطيع أن نقوله في هذا المضمار أن الاستقرار السياسي بطبيعة الحال هو المقدمة والموحد الطبيعي للتنمية والتقدم. أي أمة ما استقرت سياسيا لن تستطيع أن تنهض تنمويا. فمفتاح التنمية هو الاستقرار السياسي. وبعبارة أخرى، أي أمة ما استطاعت أن تتغلب على مشكلة السلطة أو تحل مسألة السلطة لن تتفرغ لحل مشكلة التنمية ومسألة التنمية. ولذلك نحن في موريتانيا كباحثين وكمركز دراسات يهمنا حل وفك هذه الإشكالية. كيف نمهد لبلادنا طرق التنمية والتقدم عن طريق معالجة الإشكالات الكبيرة التي تواجهها والتي تعوقها عن هذا المسار بطرق بحثية علمية. لذلك أصدرنا هذا التقرير الاستراتيجي. عالجنا فيه المنحى السياسي، عالجنا فيه المنحى الاقتصادي، عالجنا فيه المنحى الحقوقي والاجتماعي، لكن قبل أن نخوض دكتور الأمني. قبل أن نخوض في طبعا التقرير، سأصل الآن الساحة السياسية سأصل. أنتم كباحثون تنظرون إلى الذي يحدث، هنالك حوار يقال بأنه سيحدث، هنالك انتخابات رئاسية يقول بعض بأن نظام عبد العزيز بدأ يلعب ويسعى إليها، كيف تنظرون كباحثين للذي يحدث؟ أنت تريدني أن أعبر لك عن موقفي الشخصي ولا تريدني أن أعبر لك عن موقف المؤسسة ومهمة المؤسسة؟ ليس من مهمة المؤسسة أن تأخذ موقفا مما يجري، مهمتها أن تعطي رأيا وأن ترشد المعنيين صانعي القرار سواء كانوا رسميين أو غير رسميين، وليس من مهمتها أن تصدر موقف كمؤسسة. أما أنا كشخص يمكن أن أصدر لك موقف، أن أقول أنا لست راضي عن ديمقراطية بلادي، لست راضي عن مستوى الذي وصلت له مستوى الحريات والحقوق وإن كان في تقدم، لست مراضي عنه كشخص وأطمح إلى المزيد. وأعلم بأن الانتخابات البرلمانية الماضية أعطت نتائج غير إيجابية وغير مشجعة في نظر البعض، والكل يطمح إلى أن الانتخابات الرئاسية تتجنب تلك الأخطاء وأن تكون أحسن، وأن موريتانيا ينبغي وآن لها أن تتخلص من حكم الدكتاتوريات، من حكم الفرد، من حكم الرئاسيات، وأن تصل إلى حكم ديمقراطي تشاوري سواء من طرف المعارضة أو من طرف النظام. هذا كموقفي الشخصي، ولكن نحن كمركز لا يهمنا هذا، يهمنا أن نفك العقد وأن نرصد الإشكالات وأن نعالج من منظور بحثي أكاديمي يستفيد منه صانع القرار السياسي والاقتصادي سواء كان في معارضة أو في نظام. جميل. نعم أستاذ مختار، هذا التقرير الذي أصدرتم وهو يتعلق بالوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، أهم القضايا التي ركزتم عليها سياسيا في الساحة السياسية الموريتانية أنت كمنسق للتقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. أولا أشكركم باسم المركز وباسم العاملين في التقرير على هذه السانحة التي أعطيتمنا لكي نلفت الرأي العام على هذا التقرير الاستراتيجي الذي أردناه أن يكون متجاوزا للتناول الإعلامي الذي
نتيجة للسرعة أصبحت همه ملاحقة المعلومات وتقديمها للقارئ ويبذل فيها المجال جهودا مشكورة، وبالتالي أصبح يحتاج إلى مكمل. هذا المكمل هو ما سعينا في التقرير الاستراتيجي إلى بذله. بالنسبة لمحاور التقرير الاستراتيجي فهي أولا أحب أن أستعرض هذه المحاور كلها بتسمية فقط. المحاور عبارة عن التالي: المحور السياسي الذي يتناول الوضعية السياسية الداخلية، المحور الدبلوماسي الذي يتناول علاقات موريتانيا بأهم الدول ذات العلاقة ببلدنا، المحور الأمني والدفاعي الذي يرصد أهم التطورات الأمنية والعسكرية سواء منها الإيجابي أو الذي يحتاج للتكملة، كذلك أيضا المحور الحقوقي، المحور الإعلامي أيضا نتيجة لأهمية وسائل الإعلام الآن وأنها أصبحت يعني لا تقل أهمية عن السياسة والعلاقات الخارجية، أيضا محور إعلامي موجود، بالإضافة أيضا للمحور الاقتصادي الذي هو يكاد يكون قاطرة لهذه المحاور كلها. إذن هذا عن المحاور بصفة عامة. أما بالنسبة لسؤالك عن كيف ننظر وكيف ما هي أهم القضايا التي تناولناها في المحور السياسي، في هذه المحور السياسي مثلا، هو طبعا صدر 2012. نعم هذا جيد، هذا جيد، كنت سأنبه عليه أنه يتناول السنتين الماضيتين 2012 و2013، يعني أنه غير معنيين بالوضع الحالية. على ذلك الأساس نحن، وسأعود إلى لماذا 2012 و2013، ولكن الآن لا أبتعد عن سؤالك، أهم القضايا التي طرحناها طبعا هي القضايا اللي كانت مطروحة، مثلا الأزمة السياسية المستحكمة التي كانت مثلا بمرحلة من المراحل أطلقنا عليها أزمة رحيل، جزء من المعارضة كبير يدعو للنظام، وفي مرحلة من الأخرى أصبحت أزمة انتخابات. هذه الأزمة من الأزمات من أهم المحاور السياسية التي تناولناها، وهي تغطي هاتين السنتين لأنها بدأت من 2012 واستمرت حتى نهاية 2013 بالانتخابات البرلمانية. أيضا تعرضنا ل مثلا موضوع نرى أنه في غاية الأهمية وهو ما سميناه الحراك السياسي للحراطين، والانتفاضة الهادئة التي أخذ هذا الملف وطرحها بشكل سياسي، ولكنه هادئ يوحي بأن هذا الملف قابل للحل السياسي وقابل للحل التفاوض. أيضا تعرضنا لما سميناه الأزمة العلاقة بين النظام والبعماته وبعدها السياسية أيضا بشكل محدد، أزمة رجل الأعمال وبعماته. وفي كل هذه الأزمات نحن حين نطرق أي أزمة لا نأخذ موقفا منها من أي طرف من أطرافها، وإنما نركز على استعراض التطورات التي وقعت حتى يجد القارئ نفسه أمام مجموعة من المعلومات كما قلت أولا عاشها من خلال الإعلام متسارعة والآن نجمعها له. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك قراءة استشرافية أو شيء يمكن أن نعين القارئ به في قراءة هذا الحدث أيضا نستعرضه. نعم دكتور محمد حمود، أنتم في المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، ربما المواطن البسيط يسأل الباحثون ماذا يقدمون في هذه التقارير، مثلا الجانب السياسي المحور السياسي في هذا التقرير الذي ركز على الأحداث 2012 و2013، ماذا تقدمون؟ هل تقدمون خلاصات؟ ماذا تقدمون كباحثين لمواطن بسيط؟ شكرا. الواقع أن مراكز الدراسات لا تخاطب المواطن البسيط، تخاطب النخبة، تخاطب صانعي القرار. عندما أقول صانعي القرار، النخبة كلها تساهم في صناعة القرار، هي فعلا جزء من مؤسسات الأمة التي تساهم في بناء الرأي العام كمؤسستكم، ولكن ليس الرأي العام العادي، الرأي العام العالم المثقف، لأن هي تتكلم بلغة الكتابة، بلغة البحث، بلغة الأكاديمية، وهذه ما كل الناس يفهمها، فهي تخاطب جمهور النخبة، وخاصة هذا الإصدار الذي نتكلم عنه اليوم، التقرير الاستراتيجي. مفهوم التقرير الاستراتيجي ربما لأول مرة يسمعه بعض الناس، هو بحث يرصد حالة أمة معينة في زمن معين من مختلف زواياها، الحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة الأمنية، ويرصدها من جانبين، يرصدها من جانب الحدث الإخباري، معناها يجمع وينظم ويذكر ويدون الأحداث التي جرت في واقع هذه الأمة خلال فترة معينة، ثم يحلل هذه الأحداث من زاوية أخرى.
فالتجميع يعين على استحضار الذاكرة لما حدث خلال هذه الفترة، والتحليل يعين صانع القرار على كيف سارت هذه الأحداث ولماذا وقعت هذه الأحداث وما هو صيرورة هذه الأحداث في المستقبل. هذا هو مفهوم التقرير الاستراتيجي وفائدة التقرير الاستراتيجي. هناك محاور دكتور، مثلا عندما نتحدث عن أشرتم طبعا في التقرير الاستراتيجي في الملف السياسي إلى أزمة الرحيل والانتخابات وإلى موريتانيا وإدارة الشأن المالي وإلى طبعا قضية ظهور أو قضية العبودية ربما بشيء من الإشارة، طبعا هذه المحاور كيف عالجتموها أنتم كباحثين؟ هل بقراءة، هل باستنطاق، هل بماذا ربما؟ اسمح لي أنا إن سمحت لي أقرأ العناوين المدرجة تحت المحور السياسي الذي يبدو أنه المحور الأهم عندك، إن كانت المحور الدبلوماسي ثم المحور الاجتماعي والحقوقي المحور الاقتصادي، كلها محاور تستحق طبعاً تستحق النقاش دائما لديها. ما هي العناوين البارزة تحت المحور السياسي؟ من أزمة الرحيل إلى جدل الانتخابات، عامان من الاستقطاب، نتائج الحوار الوطني، تعديلات مهمة بدون وفاق، إصابة الرئيس، الدرس القاسي الذي لم يستوعب، أزمة وعماته، تعقد علاقة السلطة والمال، انتخابات 23 نوفمبر، معطيات رقمية وقراءة أولية، الحراك السياسي لحراطين، انتفاضة هادية، خريطة الأحزاب السياسية، مواقف واحدة. العناوين طريقة صياغة العنوان للحدث تنبئك عما وراءه. فنحن من خلال العنوان نلخص ماذا نريد أن نلفت إليه من خلال الحدث ومن خلال هذه الواقعة. فهذه أحداث وقعت خلال هذه الفترة، نحن أولا دوناها، نقول نتناولها من زاويتين، زاوية التدوين والتجميع حتى لا تنسى مع الزمن، وزاوية التحليل والتذكير. وهذا طبعا لا يمكن أن ألخص لك، هذا ينبغي أن يقرأ التقرير كله، هي حوالي 60 أو 70 صفحة تناولت هذا المحور، ينبغي أن يقرأ كله، وهناك خلاصات ونتائج موجهة أساسا لصانع القرار ليستفيد منها. فهذا هو ملخص تقرير هذه النوع. وعندما يشير البعض إلى أن هنالك ربما توجس لدى الطبقة السياسية الفاعلة من استقلالية هذه المراكز، أن بعض المراكز تكون محسوبة على حزب ما أو تيار ما، كيف تتجنبون كباحثون وكمراكز، أنتم في المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، مثل هذه الشكوك التي ربما تطفو على سطح السياسيين الموريتانيين؟ سؤال وارد وواقعي، وأعتقد أنها مشكلة. ينبغي المؤسسات اللي تزعم أو تريد أن تبني أمة، ينبغي أن تكون مستقلة، أن تكون الأمة ليست الحزب ولا الحكومة، هذا في الحق. ومراكز الدراسات هي من هذا النوع، ينبغي أن يكون مستقلة. نحن في مركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية نطمح للاستقلال وندعو للاستقلال، ونحاول أن نلزم أنفسنا بالموضوعية والاستقلالية، ونصب أعيننا هو بناء هذه الأمة وهذه الدولة. وعندما أقول الدولة يعني بها الشعب والإقليم والسلطة، وليس الدولة بالمفهوم العام تعني فقط السلطة. هذه الدولة اللي عمرها 50 سنة ربما أكثر، وعمرها القادم مئات وآلاف السنين، نحن نطمح إلى بنائها وليس مرتبطين بالسلطة. وبالتالي نحن نريد بناء أمتنا، وبالتالي لا نتحيز إلى معارضة ولا نتحيز إلى سلطة. هذا هو مبدأنا، والقارئ والمتابع هو الذي يحكم على إنتاجنا، هل هو يلتزم بهذه المعايير أو لا يلتزم. نعم أستاذ مختار، طبعا في الجانب الحقوقي حصيلة 2012-2013 ماذا ركزتم عليه من القضايا الحقوقية في هذا التقرير؟ نعم دعني أجيب لماذا. أولاً 2012 و2013، في العادة أن تقرير السير الاستراتيجي يكون سنوياً، ولكن نحن في هذا العدد ارتئينا أنه من الأهمية أن نجعله عدداً مزدوجاً، معناه يتناول سنتين، نتيجة ترابط شديد بين هاتين السنتين في كثير من المجالات، ونتيجة أيضاً لأن هذا التقرير هو الأول للمركز، فلم يكن من المناسب أن نقطع هذه السنة عن السنة التي هي متداخلة معها جدا. بالنسبة للتقرير الجانب الحقوقي، نحن بالجانب الحقوقي حاولنا أن نسرد الجانب الحقوقي. يصعب عليك أن تتبنى مثلا أنت تطلق أحكام فيه إلا إذا يصعب أن تطلع أحكام له ولا تصنف. تاي نحن لم نلجأ لقياس حالة حقوق الإنسان، وإنما سردنا مجموعة من الأحداث، معناها مجموعة من الوقائع، معناها في يوم كذا وقعت الحادثة معينة، مثلا بالنسبة للتعامل مع فض المظاهرات وقع كذا، هل كان هذا غير مبرر، هذا مبرر غير مبرر، تلك مسألة أخرى. هناك حوادث، مثلا حالة اللي في السجون وقعت مجموعة من الحوادث غيرها، هكذا نقدم مجموعة من المعطيات. وأشير إلى أننا هنا بالنسبة للجانب الحقوقي أدرجناه في محور واحد مع المحور الاجتماعي، لأن هناك ترابط ما بين المحور الاجتماعي والمحور الحقوقي.
وبالتالي مثلا في الجانب الاجتماعي هناك مجموعه من قضايا من القضايا ما اسميناها بالاحتجاجات الشعبيه والاحتجاجات الفئويه والاحتجاجات النقابيه والمطالب والمظالم التي قد تقدمتها هذه الفئه. مثلا في الموضوع المظالم الفئويه تحدثنا عن موضوع الارث الانساني، موضوع العموديه، موضوع قضيه المعلمين المطروحه الان. هذه ما وقع فيها من احداث رصدناها. كذلك عند تناولنا للمجال الحقوقي ايضا رصدنا ما وقع فيه من احداث، ولكن اشير ايضا بالنسبه للمجال الحقوقي في التقديم التي اللي عدلنا لهذا السرد ايضا نبهنا الى بعض التقييمات التي تتبناها منظمات حكوميه وغربيه عن حاله حقوق الانسان، وبالتالي حاولنا ان يكون الامر ليس صورة سوداوية ترسم عن الوضع وليس أيضا صورة يعني زاهية، وإنما رصدنا ما هو الواقع ونبهنا على تقديمه على بعض الإيجابيات التي ترصد في هذا الموضوع. أستاذ طبعا دكتور محمد أحمود، ربما أيضا التساؤل الذي يطرحه صناع الرأي العام أنه لماذا لم تكن هنالك مثلا ندوة تؤطر وتقدم لهذا التقرير الذي قدمه المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، وهو التقرير الأول لهذا المركز؟ طبعا الندوة في الطريق إن شاء الله، هناك تحضير واستعداد جاري لإقامة هذه الندوة. وهي مناسبة أذكر بأهمية هذا النوع من الوثائق وبصعوبة إنتاج هذا النوع من الوثائق. ليس نسهل. أنتم تعتمدون على أساتذة إنتاج جامعين. أنا سأقول لك إنتاج تقرير استراتيجي بمعنى الكلمة، توفر فيه المعايير المتعارف عليها منهجيا وأكاديميا للتقرير الاستراتيجي ليس أمرا سهلا وليس أمرا هينا. نحن على مدى عام كامل من فريق كبير يتكون حوالي 10 باحثين يرجعون إلى خبراء ويقيمون لهم خبراء أنجزنا هذه الوثيقة. هذه حوالي 230 صفحة أنجزت، كتبت خلال عام أو عام ويزيد، كتبت سطرا سطرا ونقشت كلمة كلمة ومضمون مضمون. وهذا ليس عملا عبثيا ولا ترفيها علميا، هذا الهدف منه أن يستفاد منه وأن يبنى عليه خطط ويبنى عليه عمل استراتيجي. نحن نقدمه لوطننا، نقدمه لأمتنا، نقدمه لصانع القرار من أجل أن يستفيدوا منه، وإلا ستكون هذه التقارير بلا قيمة وبلا جدوى. هناك فرق بين التقارير الاستراتيجية وبين المؤلفات العلمية العادية. مثلا نحن عندنا كتاب يتناول القضية الأصوادية وعلاقتها بموريتانيا، عندنا كتاب تناول مسألة الرق في موريتانيا صدر هذا الكتاب، عندنا كتاب تناول تاريخ المجتمع السلوكي في موريتانيا. هذه قضايا علمية أكاديمية تبحث وتبقى يمكن أن يستفيد منها في أي وقت. أما التقرير الاستراتيجي فهو يصف حالة الأمة فترة زمنية معينة حساسة ينبغي أن يدرس وأن يناقش وأن يستفاد منه وأن تبنى عليه قرارات. لذلك نحن في الطريق إن شاء الله إلى نقاش علمي حول هذا التقرير وحول مضامينه وحول تقييمه من قبل من هم أعضاء المركز؟ هل هم أساتذة جامعيون؟ هل هم سياسيون؟ هم اللي هم محللون؟ كلهم أكاديميون وجامعيون. كلهم أساتذة وأكاديميون وجامعيون. ويكون هنالك فريق عمل يشتغل على التقرير، تكون هنالك أيضا مراجعة للتاريخ وللتواريخ وللأحداث. أريد أن أحدثك عن المنهجية اللي تم بها إعداد التقرير. لا أدري هل أنا أو المختار أو أو المنسقين سنعطيها للمنسق الطريقة المنهجية اللي اتبعت في إنجاز التقرير. هذه المنهجية التي يتساءل عنها ربما صناع القرار حول التقرير السنوي للمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية. نعم مختار، بالنسبة للمنهجية التي أعد بها هذا التقرير أن المحاور موزعة على عدد من كل محور لديه يقوم به باحث أو باحثون باحثان أو ثلاثة مختصين في هذا المجال أو متابعين، يعني ما مختصين بالاختصاص الأكاديمي وأساسا في 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 الاقتصاد بالذات لأنه يحتاج إلى مختصين، وإما متابعون مثلا من المجال السياسي وعد من طرف متابعين للشأن السياسي لهم خبرة في هذا الموضوع ومتابعته. خلال إنجاز الباحث لمحوره أو المجال الذي يشتغل عليه تكون هناك اجتماعات بالنسبة للفريق ككل، لأنه فريق أيضا هو فريق وليس أشخاص يناقش الموضوع. تقام ورشات يحضرها بعض المختصين في الموضوع الأكاديميون مثلا بالموضوع الاقتصادي، نوقش من خلال أساتذة وأكاديميون مختصون
ومتابع لهذا الوضع، بل بعضهم أيضا يشتغل في الجهاز الحكومي المعني بالاقتصاد، وبالتالي هم على اطلاع بالمعطيات وعلى اطلاع بالجانب الأكاديمي، ونوقش كثيرا جدا، وكذلك أيضا بقية المجالات. يعني نعم طبعا أستاذ مختار، طبعا سنعود لتكملة هذا الحوار حول التقرير السنوي للمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية في جوانبه، طبعا ناقش الجانب السياسي، ربما سنتطرق إلى الجانب الاقتصادي وبقية الجوانب في هذا العمل الفكري الأكاديمي بعد الفاصل.